خلونا نروح لأخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة، ومعانا سالة حامد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا سالة بونجور، تفضلي سامعينك. صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلتي يا نهاوند، يعني حاليا احنا متواجدين كلنا طبعا معاكم عشان لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. يعني جوله اخبار النادي يعني جديده طبعا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، هكون معاكم عشان لكم يعني جميع الاخبار. ويمكن خلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قيادة المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. ويمكن طبعا بعد مباراة أسوان أمس يعني طبعا مع النادي الأهلي، يمكن انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بهدف وحيد، وهو يعني ليه النادي الأهلي مقابل لا شيء، سجل الهدف علي معلول من ركلة جزاء أمام نادي أسوان. يمكن كمان بعد المباراة دي يعني قرر مستر مارسيل كولر يعني هواندو يا كريم إنه الفريق يواصل التدريبات بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش. يمكن التدريب يعني بدأ من شوية الساعة 10 على ملعب مختار التتش، والتجمع كان الساعة 9:30 لكل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. ويمكن قبل ما يبتدي التمرين كمان يا نهاوند، يعني خليني اقول لك انه اجتمع مستر مارسيل كولر والجهاز الفني مع لاعبي النادي الاهلي في ملعب التدريب يعني قبل ما يبتدي التدريب على طول. يمكن اتكلم معاهم طبعا عن اهميه يعني الفوز امبارح امام نادي اسوان في بطوله الدوري، ولكن طلب منهم ان هم يقفلوا صفحه يعني بطوله الدوري الفتره دي ويركزوا طبعا في البطوله القادمه ان شاء الله، واللي هتكون بطوله السوبر المصري امام نادي الزمالك يوم الجمعه ان شاء الله. المباراه يعني اللي هتكون في تمام الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره والساعه 9 بتوقيت دوله الامارات العربيه المتحده. يمكن ان شاء الله يعني زي ما قلت المباراه هتكون يوم الجمعه. الفريق النهارده يعني هيواصل التدريبات، او حاليا هم متواجدين في ملعب مختار التتش بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، وطبعا يعني جميع حراس المرمى تحت قياده مستر ميشيل يانكن كمان بيأدوا تدريباتهم بشكل طبيعي. وبكره ان شاء الله هيكون السفر لبعثه فريق النادي الاهلي بالكامل، وطبعا يعني اللعيبه والجهاز الفني ويعني الجميع هيكون متواجد ان شاء الله يعني في المطار بكره عشان يتجهوا لدوله الامارات العربيه المتحده من اجل الدخول في معسكر مغلق عشان طبعا يستعدوا بشكل قوي ويكونوا في كامل تركيزهم لمباراة السوبر يوم الجمعة القادمة. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى، وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن يعني خليني اقول لك انا هواندو يا كريم انه امبارح يعني لاعبي النادي الاهلي او رجال كره السله يعني كانت اخر مباراه ليهم في الدوره المجمعه الاولى من بطوله الدوري المرتبط. يمكن امبارح كانت اخر مباراه مع نادي سموحه انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 71-63، ويعني المباريات اللي قبليها بالترتيب كان اول مباراه مع نادي دسوق انتهت بفوز ايضا النادي الاهلي بنتيجه 85-43، وتاني مباراه مع نادي طلائع الجيش انتهت بنتيجه 75-46 لصالح النادي الاهلي. النهارده هيكون في راحه من التدريبات، وبكره ان شاء الله الفريق هيرجع ويستأنف تدريباته مره اخرى على صاله امير عبد الله الفيصل، عشان بعد كده يوم الاربعاء الفريق يعني بالكامل والجهاز الفني هيتجهوا لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق عشان يعني يستعدوا لباقي المباريات في بطوله الدوري المرتبط هتكون في الدوره المجمعه الثانيه. وايضا هتكون بنفس ترتيب يعني جميع الفرق، يوم الخميس هتكون اول مباراه مع نادي دسوق، تاني مباراه مع نادي طلائع الجيش يوم الجمعه، ويوم السبت مع نادي سموحه. ولكن المباراه يعني مش هتقام على يعني صاله سموحه زي يعني اول مباراتين دسوق والجيش، تالت مباراه مع نادي سموحه هتقام على صاله سبورتنج في مدينه الاسكندريه. كمان سيدات كره السله امبارح يعني طبعا تحت قياده الكابتن طارق خيري كان عندهم مباراه مع نادي الصيد في الدور ال 16 من بطوله الدوري المرتبط، وانتهت لصالح النادي الاهلي بنتيجه 78-41. والنهارده ان شاء الله يعني سيدات كره السله بدون راحه هيواصلوا التدريبات ايضا بشكل طبيعي، وبكره عندهم تاني مباراه في دور ال 16 ايضا مع نادي الصيد، ولكن هتقام يعني في تمام الساعه 8 مساء ولكن على صاله نادي الصيد. امبارح كانت المباراه على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي. ويمكن بعد المباراه كمان يا نهاوند يعني كابتن طارق خيري يعني في تصريحات ليه يعني اكد انه يعني مبسوط من اداء لاعبات النادي الاهلي، واشاد يعني بالحاله البدنيه اللي موجوده عند لاعبات النادي الاهلي والاداء الفني اللي كان موجود طوال المباراة، وأكد يعني أنه إن شاء الله لاعبات كرة السلة يعني هيكونوا جاهزين بشكل كبير في مباراة غد، وكمان جميع المباريات إن شاء الله الفترة القادمة سواء في بطولة الدوري المرتبط أو بطولة الدوري السوبر أو الدوري المصري، وطبعا بطولة كأس مصر لكرة السلة سيدات.
استكمالا لجميع اخبارنا النهارده. كمان خليني انا كمان يا نهاوندو يا كريم اضيف على كلامكم، وطبعا اقول هارد لك لجميع لاعبي كره اليد طبعا اللي كانوا متواجدين في المملكه العربيه السعوديه من اجل المشاركه في بطوله السوبر جروب، وطبعا بعد ما احتلوا المركز الرابع يعني امبارح، يعني خليني اقول لهم انا كمان هارد لك طبعا بعد الاداء القوي اللي شفناه منهم، يعني بالذات في مباراه بنفيكا البرتغالي، يمكن يعني تحملوا مسؤوليه يعني في وقت صعب بعد رحيل مستر دانيال جوردو المدير الفني، وكمان يعني انه كابتن احمد سالم والكابتن محمد ابراهيم تحملوا يعني مسؤوليه صعبه، وهما يعني كانوا قائمين باعمال المدير الفني في الفتره الماضيه، فطبعا من بنتمنى لهم التوفيق الفتره القادمه هما وجميع لاعبي النادي الاهلي الفتره اللي جايه، وطبعا الفريق الاول لكره القدم في مباراته مع نادي الزمالك يوم الجمعه ان شاء الله. يعني اكيد انا معاك يا هواند ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. يعني انا شايف ان انت عملت لنا تغطيه اكثر من رائعه وكامله، شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزه سالا حامد، شكرا.